السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام. معكم المهندس ياسين، مكملين إن شاء الله إحنا في دورتنا والكورس التعليمي اللي بدأناه، وطبعا انتهينا من تصميم وشرح المخططات وكيفية التركيب والتوصيل بالنسبة لمكيفات السبليت يونت على المخططات، ودراستها بشكل مفصل موجود عندنا على القناة اللي حابين ينضموا ويشتركوا في هذا الكورس. طبعا رفضنا هذا الكورس بالنسبة لموضوع السبليت يونت بعدد من الفيديوهات التعليمية من المواقع، صورنا طريقة عزل البايبات وتركيبها وغيره، وإن شاء الله احنا تباعا ما رح نتوقف بإذن الله. احنا أي موقع يقوم العمال فيه بتركيب مكيفات السبليت يونت من جميع الأنواع، احنا رح نصور لكم كل التفاصيل، كيف بنركب بايب الغاز، كيف بنركب الوحدة الداخلية، كيف بنركب الوحدة الخارجية، شو الملاحظات اللي انت لازم تأخذها بالحسبان في هاي المواقع، كيف تنسق انت مع المقاول الرئيسي، كيف تنسق مع مقاول الكهرباء، كيف تنسق مع مقاول الجبس والديكور. كل هاي المعلومات راح احنا ان شاء الله تنزل عندكم تباعا على القائمة اللي هي حاليا سبليت يونت في دورة مهندس تكييف محترف. احنا لما نقول محترف، احنا الشيء اللي بنقدمه، انا بتحدى اي واحد انه في موجود على أي موقع من مواقع التواصل حد بيقدم لك هاي المعلومة بهاي الطريقة. إن شاء الله إحنا وعدناكم أنه إحنا رح يكون في شفافية كاملة، كل ما تعلمناه، كل خبرتنا خلال 15 إلى 20 سنة في هذا المجال أنا رح أنزلها في هذا الكورس، ما رح نبخل عليكم بأي معلومة مهما كانت. أنا رح يعني أحط وأنزل المعلومات وأذكرها المعلومات المهمة قبل المعلومات الأقل أهمية. لذلك أنا بنصح، برجع بنصح اللي حاب يتابعنا وحاب يشترك معنا على قناتنا على اليوتيوب، الاشتراك طبعا راح يكون بقيمة بالشهر $50. في طبعا بعض الزملاء اعترضوا على قيمة هذه الدورة أو هذا الكورس. أنا بحب أبين شيء، هذا الكورس إن شاء الله ممكن أنه يتجاوز أكثر من 150 إلى 200 فيديو، كل فيديو راح تكون مدته من 10 إلى 15 إلى 20 دقيقة حسب الفيديو. هاي الفيديوهات هي خلاصة خبرتنا. أنا هذا الكورس إذا الله سبحانه وتعالى قدرنا وأتممناه، أنا بكفل لأي مهندس جديد لا يعلم أي شيء أنه بعد إنهاء الدورة أنه يدخل على سوق العمل وعلى موقع العمل كمهندس محترف. إحنا ما بنقدم المعلومة بشكل نظري وبنشرح ونقول والله هون في مكيف، هون في كذا، هون مثلا دار التبريد أو غيره، لا. أنتوا ارجعوا إلى دارة التبريد، موجود عندي على القناة 52 محاضرة تم شرح دارة التبريد من نقطة الصفر، من لما بالبداية من مكونات الهواء حتى تصميم المكيف، حتى تصميم المكيف. احنا دخلنا مع الغاز ومشينا مع الغاز بالدورة، ما قلنا لكم انه والله في عندنا دارة التبريد تتكون من 4 أجزاء وخلص، لا. احنا تعبنا في هذه الدورة وحطيناها موجودة مجانية. بنصح كل من يريد الانضمام بالبداية انه يحضر هذولا ال 52 فيديو، 52 فيديو احنا ضلينا عليهم 52 يوم، ولكن انت بتقدر خلال يوم واحد تحضر كل الكورس وبشكل مجاني. لذلك المطلوب شوية تعب. والشباب اللي احنا طبعا اعترضوا على موضوع سعر الدورة، الدورة مثل ما قلت لكم ان شاء الله راح تكون 150 الى 200 فيديو او اكثر ممكن مع الفيديوهات التعليمية اللي من الواقع اللي راح تكون رافدة لهذا الكورس. يعني انت لما تدفع $50 بالشهر وتحصل على كورس كامل متكامل لا يمكن انك تجد مثله على اي موقع او على اي منصة، انا يعني بضمن لك انه انت خلال هذا الشهر 200 فيديو انت عم تدفع $50، يعني انت عم تدفع على المحاضرة ربع دولار، يعني انت عم تدفع على المحاضرة سعر هذا القلم، سعر هذا القلم اللي انا بستخدمه انت عم تدفع على المحاضرة، يعني انت ما عم تدفع شيء، ما عم تدفع شيء يذكر. فبتمنى من الجميع انه راعي هاي النقطة، واحنا الاشياء والمعلومات اللي بنقدمها ونذكرها ان شاء الله انتم ما رح تلاقوها على اي موقع ثاني. انا قاعد بقدم لكم معلومات واقعية وحقيقية وفعلية تقدر انت تاخذها من خلال خبرتنا وتجربتنا العملية والشيء اللي احنا قاعدين بنشتغله ومنقدمه لافراد المجتمع من خلال عمليات التوريد والتركيب. احنا قاعدين بنقدم لك اياه
بكل وضوح ويعني بكل تفاصيله، بكل تفاصيله. فبتمنى يعني ان الجميع يتفهم هاي النقطة، وانه احنا السعر اللي حاطينه لهذا الكورس انا برأيي يعني ممكن انت تدفعه في اي كورس نظري بيعطيك ممكن 10 او 5% من المعلومات اللي انا مقدمها. طبعا بتمنى من الجميع متابعة هذا الكورس، واللي عنده اي حد بهمه يشارك هاي الفيديوهات والمعلومات اللي احنا بنقدمها. بتقدروا انتم بكل بساطة، اللي مش حاب يشترك معنا في كورس اليوتيوب الاشتراك الشهري، في عندي انا على نفس القناة HVAC Zoom، تقدر تدخل على التيك توك، في موجود عندي سلاسل، السلاسل ايضا هاي قيمة المحاضرة $1، قيمة المحاضرة $1. انت بتدخل حاب تحمل عدد من المحاضرات، تشوف هل المعلومات اللي احنا بنقدمها قيمة او لا، شفتها قيمة، شفتها بتفيدك، بامكانك ان تنضم معنا على اليوتيوب او تكمل الحصول على سلاسل الصفحات الموجودة في الفيديوهات على التيك توك. شفتها غير يعني مفيدة بالنسبة لك، بامكانك انت تنسحب بكل بساطة. فلذلك انا حبيت انوه على هاي النقطة حتى ننتهي من هذا الموضوع، وان شاء الله احنا مستمرين بتقديم المعلومة بالتفصيل بالتفصيل. يعني حاليا احنا المحاضرة اللي احنا راح حاليا وصلنا للدكت، السبل الدكت، مكيفات السبل الدكت، احنا شرحنا طبعا عدد من الفيديوهات بالنسبة لتأسيس بايبات الغاز وايضا توزيع المكيفات في اماكنها، موجود عندي حاليا على القناة. طبعا موجود عندنا فيديوهات عديدة عملية، راح ننتظر حتى نخلص القسم الشرح التصميمي النظري، وبعدين احنا ننزل الفيديوهات العملية اللي موجودة معنا على القناة على اساس انت تحضر الجزء التصميمي. طبعا لما انا اقول تصميمي ما عم بعطيك انا معلومة موجودة في الكتب وقاعدين احنا بنجيبها من الكتاب وبنشرح لك اياها، لا، احنا الشيء اللي بنقدمه النظري اللي عندي انا بقدمه هو عملي، هو عملي. يعني انت انا راح اعطيك المعلومة على المخطط، راح تطبقها مباشرة انت على المخطط، راح تطبقها بالموقع، تمام؟ فهاي النقطة اللي أنا حبيت أنبه عليها. وإحنا طبعاً حالياً شرحنا في المحاضرة الأخيرة موضوع، وصلنا لموضوع الدكت. إحنا راح نشرح عن الوحدات الداخلية، أشكالها، أحجامها، شو الفرق بيناتها. بعدين إحنا راح ندخل بموضوع الدكت، ما راح نيجي نقول لك إنه هذا دكت وخلص. إحنا راح ندخل مع الهواء، راح نفهمك التكييف بشكل تفصيلي، بحيث انت لما تتكلم تكون عارف شو عم تتكلم، لما تتكلم مع الكاستمر، لما تتكلم مع استشاري تكون يعني عن بينة، تكون فاهم شو انت عم تتكلم. لذلك احنا ما راح نيجي نقول لك هذا دكت وركب وخلص، لا، احنا راح نشرح شو يعني دكت، وشو بيفرق الدكت عن الدكت الثاني، وليش انا بعمل الدكت باحجام وباشكال مختلفه، وشو يعني دكت، وكيف بيجري الهواء، وكيف بيمشي الهواء، وعلى اي اساس ماشي الهواء داخل هذا الدكت، وعلى اي اساس انا بخرجه من هذا الدكت، ومتى يخرج، وكيف يخرج، وشو طريقه مسار، ويعني اسلوب مسار هذا الهواء داخل هذا الدكت وداخل المكان المبرد. كل هاي الامور انت راح تلاقيها موجوده عندنا على الكورس على طبق من ذهب مش من فضة. ان شاء الله يعني انا راح استمر بتقديم هاي الفيديوهات، واللي حاب ينضم لنا راح يكون راح نمشي احنا تباعا، احنا بننزل بشكل يومي محاضرات، تمام؟ ولذلك يعني حبيت انا انوه في هذا الفيديو، هذا الفيديو راح يكون موجود علني على القناة حتى طبعا تكون الامور واضحة، واحنا حبينا نبين أهمية هذا الكورس والمعلومات المختلفة اللي راح نقدمها في هذا الكورس. بتمنى أنه تكون المعلومة وصلت للجميع وتفهمتوها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. تابعونا إن شاء الله، إحنا راح نبدأ بتنزيل الأمور اللي بتخص موضوع السبلت دكت على القناة وأيضا على سلاسل التيك توك عندي على الصفحة. يعطيكم ألف عافية.